أكيد أن صندوق الحسن الثاني للتنمية فيه مجموعة من الحسنات التي يجب أن نعتز بها اعتبارا لدوره المحوري في دعم مجموعة من المشاريع وخاصة في العالم القروي الذي يؤشر من خلاله جلالة الملك على أنه قد أصبح أو حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذا العالم القروي الذي لا بد له من مجموعة من الإجراءات المواكبة وكذلك المشروعات التي عاهدنا في هذا الصندوق أنه يمولها وأنه يواكبها في شكل مجموعة من المساعدات ومجموعة من التمويلات التي ترتضي الإقلاع القروي لأننا الآن أمام صحوة لضمان تنمية قروية متوازنة مع الحضري والشبه الحضري وتلكم رؤية متكاملة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أراد من خلال مجموعة من التوجيهات الملكية الثانية والخطب الملكية الثانية التي ما فتأت تؤكد على أن العالم القروي هو جزء من الكل وبالتالي فالتنمية المتزنة لا يمكن لها أن تقوم بدون عالم قروي اعتبارا لما له من مؤهلات وما له من إمكانات من شأنها أن يتم تمويلها عبر تلك المشاريع التي يمول هذا الصندوق والتي أبان في هذا الصندوق النجاعة في سياسته التي من خلالها وكانت مجموعة من المشروعات التي نجحت والتي حققت مجموعة من النتائج الإيجابية وهذا الدعم فيه الأخير فيه إشارة الملكة على أن الصندوق جاهز وأنه كذلك يؤكد على أنه واصل تنزيل سياسته المندمجة وكذلك تلكم المقاربة التشاركية مع جميع المؤسسات الفاعلة وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي كان وزيرها حاضرا دان الاستقبال الملك الثاني إلى جانب رئيس الحكومة والذي بطبيعة الحال له مسؤولية كبرى في هذا المجال اعتبارا من أنه القطاع الوسطي إلى جانب جميع القوى الحكومية وكذلك لم ننسى في هذا الباب الجماعات الترابية عبر خلق مجموعة من الآليات الكفيلة ببلورة هذا التوجه هذا النموذج المتفرد الذي لا يمكننا أن نسقطه عن من بالنا ولا يمكننا أن نستثني هذا التوجه أو نستثنيه من خلال تلك المقتضيات الكبرى التي تضمنها مخطط المغرب الجديد بقيادة ملكية ثانية اعتبارا من النموذج التنموي الجديد الذي كذلك أفرض حيزا عريضا للتنمية القروية التي لا يمكننا أن نسير في تدبير آلات التنمية من دون إعطائها حقها وبالتالي فالآن كل الأنظار تتجه إلى هذا العملية وإلى هذا الأورش الكبير و كذلك تؤكد على أن المملكة ماضية كل المضي في تحقيق الإقلاع المندمج والمتكامل عبر إشراك جميع الجهات المملكة الاثني عشر وعبر إشراك جميع الفاعلين المجاليين في تدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وكذلك الممكنة.